العراق ليس له وجود، وليست لديه سيادة، وليست له حكومة، وليست لديه مؤسسات لا عسكرية. وجعت استاذ انتهى امير، العراق استاذ بعد امير، دخول داعش. استاذ امير، كلش فالجمهورية اذيت لي، الإسلامية الإيرانية، كلش وجعت لي بهاي الكلمه. اسمح لا لي نجم، أستاذ قاسيه نجم، جدا، أنت تقول لي ما أنا اقدر صريح، اعبرها. خليني أصارحك، لا العراق ليس له وجود، خليني أصارحك. لا ارجوك، هذا عراق، هذا عراق استاذ امير. وان كان مر بغفوه، يا أخي وان العالم كان كله، مر يا أخي عليه نجم، شياطين، أنتم لا تريدون لكن أن العراق تقبلوا لا الحقيقة. ينتهي يا استاذ امير، ارجوك العراق لا ينتهي ولو تكالب عليه كل كلاب الارض حشب. انا اقول لا لك لا، شيء، ما العراق، لا اسمح لي. ايران استفادت من سقوط النظام، وبالتالي انتم الان تدافعون عن المكاسب التي جنيتموها بعد سقوط النظام السابق، والكل يدري وليس سرا هنالك لديكم تنظيمات، لديكم فصائل موالية، لديكم أصدقاء، والأصدقاءكم مذرعكم اللي موجودة بالعراق لا يستهان بها، تستطيع أن تغير دولة وتحرج دولة وتغير قرار وتصنع قرار.